في أجواء مفعمة بعمق الثقافة الأمازيغية وبهاء الفن السابع، افتتحت دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو فعاليات الطبعة 18 للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي. جمع المهرجان عشاق السينما وصناعها ليحتفوا معا بتقاليد وإبداعات تمزج بين الماضي الأصيل والحاضر المتجدد في عرس ثقافي يربط الأجيال ويخلد التراث. وأثنت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي في كلمة ألقيت نيابة عنها من قبل حسيبة قاسي إطار بذات الوزارة على المكانة البارزة لهذا المهرجان في إثراء المشهد الثقافي الجزائري، كما أشارت إلى دوره الحيوي في الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي وتعزيز صناعة السينما الجزائرية، مبرزة أهمية تشجيع الإنتاج الفني الذي يعبر عن الهوية ويغذي الإبداع. C'est le seul festival en Algérie qui est dédié au film fait dans la langue amazighe. Donc c'est avec des tout petits moyens, ils arrivent à faire un festival de cinéma et vous voyez la foule qu'il y a. تضمنت فعالية الافتتاح تكريم المخرج القدير بالقاسم حجاج الذي فاز بجائزة الزيتون الذهبية تقديرا لمسيرته المميزة في خدمة السينما والثقافة الجزائرية. ووصفت وزيرة الثقافة المخرج حجاج بكونه أحد أعلام السينما الجزائرية، مشيدة بأعماله السينمائية المتميزة مثل مشاهو فاطمان سومر والمنارة، كما أتيحت الفرصة للجمهور لمشاهدة عرض الفيلم الطويل فورولو المقتبس من رواية ابن الفقير للكاتب الجزائري الكبير مولود فرعون. احنا برومي فيستيفال اللي قدر عليك وإدارة دي مسترد فانيز و 1932 أبرا يوساد لفيلم دو كان و 39 لفيلم أجير لفيستيفال اللي سواخدم في ديفلوبي لاندستري سينماتوغرافي و أجير إذن ما فرما كجير البرومي رول دان فيستيفال إبيا سوى سيلا فات السينما أكان تواليه au sein des cinéastes, des hommes de théâtre, des comédiens, des écrivains. وتزامنت هذه النسخة من المهرجان مع الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية لتقام تحت شعار الفيلم في صميم الثورة. يحمل هذا الشعار دلالة رمزية عميقة تعكس ارتباط الفن بالذاكرة الوطنية وتخليد إرث الثورة الجزائرية، لتبقى السينما شاهدة على تاريخ الشعب الجزائري وكفاحه من أجل الحرية.